كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم، أنا الأم ديال هاجر، خاصني نطلب الله من المحسنين يعاونوني يعملوا لها العملية على رجلها وعندها ماكينة في راسها، وانت كتشوف فيها عايشة كارية، انت عارف على قد الحال، كان عندها الماء في الراس ودابا عملوا لها الماكينة، كان يلا عندها 4 شهور ودابا العائلة عندها 7 سنين ونص، ستبدل الماكينة اللي عندها في راسها، راها واقفة ما كتخدمش دابا، وخصني نبدلها، لا عندها مشكلة في رجلها كيصدد لها كتهز بالحق العلاج، انت كتشوفها كيخرجوا لها الماء، كيخرج لها الصديد، كيتصدد بوحديتو كيتصدد، المشكلة ملي كان عندها 4 شهور رجلها يدور، ديك الماكينة في راسها ما كان نجوز، ما عندها رانديفو عليها ما والو، عملت لها في الرباط 2000 وشهر 11، شهر 11 فيه 11، ديك الساعة ما عملت لها ما كاين لا رانديفو ما والو، انا عملت لها 300 طفره، وهي اللي غاليه ما قدرتش نشريها، ما عنديش باش، شريت لها 300 طفره، هما هي كاينه لا مليون و200 وما عنديش، ما يشبرت الفراش قالت لي شريها، المهم فين نشريها، قالت لي جيبي هذيك اللي رخيصه، شريت 300 طفره ما قديتش، مع الكره مع الخدمه ضعيفه وتعرف كاينش خدامه، ما خدامهش هنا، هي كنقابلها وصافي، كنديها للطبيب، كنديها للمدرسه، اذا بساعه ساعه كديها صافي، جوجة فيش حد، ايه دعيت ايه دي ساعة ساعة كيحمل وصافي كيوزل لاجر فطار وصافي، وده ما خدمش في هذا الحجر الصحي، ما كينش الخدمة، وعاد قطع يده الايام ما خدمش جالس، ايه والله اللي طلع هو هذا، الحمد لله كانت من المحسنين يعاونوني، انا كارية وما عندي شي، وانت تشوف كل شي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.